صباح الخير يا صحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. ان شاء الله نتقابل ونتجمع قريب في الكنيسة. وكل سنة وانتم طيبين. انتم عارفين النهاردة احنا بنعيد بعيد ايه؟ برافو، عيد القيامة. قيامة مين؟ قيامة بابا يسوع من الموت. طيب بابا يسوع قام من الموت بعد كام يوم؟ 3 أيام. شاطرين خالص. يلا بينا عشان نصلي. نقوم نقف كلنا واقفين. حلو ازاي؟ برافو. مغمضين عينينا ورافعين ايدينا. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. إحنا كلنا ملائكة، كلنا نعمة، كلنا بركة، ندخل بشويش الكنيسة من غير دوشة، من غير هيصة، صوتنا واطي واطي واطي. ما احنا كلنا ملايكة، ندخل على طراطيف صوابعنا. أصلي بابا يسوع شايفنا. نشكرك يا بابا يسوع عشان انت بتحبنا خالص خالص، وعشان انت بتحبنا يا بابا يسوع جيت علشاننا واتصلبت على الصليب وقمت من الموت بعد 3 أيام. بنشكرك يا بابا يسوع على كل حاجة حلوة انت بتعملها علشاننا. بنشكرك ان احنا كويسين، وان ماما وبابا كويسين، واخواتي وصحابي كويسين. يا بابا يسوع بنطلب منك انك تحافظ علينا وتخليك دايما واقف معانا، ومش عايزين نعمل حاجة تزعلك منا. عايزين نسمع كلامك، وعايزين نسمع كلام ماما وبابا. عايزين دايما تبقى ايدك معانا في كل حاجة احنا بنعملها، قبل ما ناكل وقبل ما نشرب وقبل ما نلعب وقبل ما نذاكر. عايزينك دايما تكون واقف معانا. احنا فرحانين خالص خالص يا بابا يسوع بقيامتك. عايزينك دايما تفرحنا على طول. عايزينك تبعد عننا اي حاجة مش حلوة، وتبعد عننا الوباء من البلد علشان نرجع كنيستك تاني. حافظ علينا وخليك دايما معانا بشفاعة ماما العذراء والقديس العظيم ماري جرجس وكل مصاف قدسيك. اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان
وإلى ظهر الظاهرين. احكي لنا عن اللي شفت ايديك يوم من حد الصبح يوم
مقفول بحجر كبير، كان في قبر مقفول بحجر كبير. احكيلنا احكيلنا عن اللي شفته ديك يوم لحد الصبح، يوم ايام المسيح. وبطرس ويوحنا على القبر جريوا اوام، ودخل الاول بطرس هناك لقى الاكفان في مكانها بالترتيب من غير جسد الحبيب، في مكانها بالترتيب من غير جسد الحبيب. يسوع 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 من موت وقام، يسوع 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 من موت وقام. احكي لنا احكي لنا عن اللي شفته ديك يوم لحد الصبح، يوم ايام المسيح. مريم المجدلية في البستان، يا عمي يا بستاني على فين أخدوا الحنان. مريم يا مجدالية قولي لهم في العلية، مريم يا مجدالية قولي لهم في العلية. أنا يسوع هسبقكم للجليل، أنا يسوع هسبقكم للجليل. يسوع 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 من موت وقام، يسوع 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 من موت وقام. بابا يسوع اتصلب ومات عشاننا، وكل التلاميذ والناس اللي كانت بتحب بابا يسوع كانت زعلانة قوي. وكان في واحد اسمه يوسف اخد جسد بابا يسوع من على الصليب وكفنه علشان يدفنه، وراح اشترى قبر جديد خالص مخصوص عشان بابا يسوع. القبر ده كان كبير، واشترى القبر ده علشانه، وفعلا دفنوا فيه بابا يسوع، حطوا الجسد جواه وقفلوا عليه بالحجر كبير جدا. ويوم الحد الفجر مريم المجدلية قعدت معاها طيب وعطور لبابا يسوع، ولما وصلت لقيت الحجر متحرك والقبر مش موجود فيه بابا يسوع. استغربت جدا مش عارفة تعمل ايه. جريت على طول بلغت بطرس ويوحنا وقالت لهم ان الحجر متدحرج وبابا يسوع مش موجود في القبر. طبعا استغربوا قوي قوي مش عارفين ايه اللي حصل. بطرس ويوحنا راحوا جري على القبر يشوفوا ايه الحكاية دي وازاي ده يحصل. يوحنا فضل على الباب وبطرس دخل، شاف كل الأكفان موجودة زي ما هي ما عدا منديل اللي كان محطوط على راس بابا يسوع محطوط في مكان لوحده، مش عارفين ايه اللي حصل ومتفاجئين. لكن يوحنا كان عارف ان بابا يسوع قام من الأموات، وقالوا يلا يلا بينا نرجع نبلغ كل التلاميذ. مريم المجدلية كانت لسه عند القبر وزعلانة أو عمالة تعيط جدا جدا. فجأة ظهر نور عظيم، بتبص لقيت فيه ملاكين موجودين في القبر. استغربت قوي ليه الملاكين دول. بعدين ملاك بيسألها مالك زعلانة ليه بتعيطي ليه؟ قالت له أصل هما أخدوا بابا يسوع وأنا مش عارفة هو فين، عشان كده انا زعلانه قوي قوي. خرجت مريم المجدليه من القبر وهي زعلانه قوي ومش عارفه فين جسد بابا يسوع. كان في حد وراها، كان بابا يسوع، بس هي ما كانتش عارفاه، كانت فاكراه البستاني. وبعد كده بيسالها مالك بتعيطي ليه بتدوري على ايه؟ قالت له لو انت اللي اخدت جسد بابا يسوع قولي هو فين عشان اجي اخده. بابا يسوع قال لها
يا مريم. هي على طول عرفته لما نده لها باسمها وقالت له نعم يا بابا يسوع، نعم يا معلم. قال لها روحي قولي للتلاميذ ان انا قمت من الاموات وانك شفتيني. جريت على طول مريم المجدلية عشان تبلغ التلاميذ، وهم قاعدين بالليل وقافلين على نفسهم الباب، فجأة في وسطهم ظهر بابا يسوع وقال لهم سلام لكم. كانوا فرحانين جدا 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 ان هم شافوا بابا يسوع بنفسهم، وان هو قام الاموات، ان هو حي. قال لهم زي ما الاب بعتني ليكم انا كمان هبعتكم للناس تقولولهم على كل اللي حصل وكل اللي شفتوه.